تحاول الميليشيات الحوثية التسلل إلى مديرية قعطبة بالضالع من عدة اتجاهات، حيث تتصدى القوات الحكومية والمشتركة والمقاومة الشعبية للميليشيات الحوثية في جبهة مريس وبيت الشرقي وشعور وصبيرة وهيار بهدف الوصول إلى مديرية الضالع. نحن الآن في منطقة بيت الشرقي، والحوثي أمامنا يحاول التسلل إلى الفاخر، وفي معانا جبهة ثانية في اتجاه حبيل السماء أي شعور، وجبهة ثالثة في اتجاه صبيرة، والجبهة الرابعة في اتجاه هجار حبيل العبدي. والحوثي محلق علينا من جميع الاتجاهات يحاول اقتحام حتى يوصل الضالع، فعلى التحالف أن تتحرك وتدعم الجبهات. وشهدت مناطق بيت الشرقي وحمام النبيجة وحبيل السماعي وما جاورها شمال وغرب منطقة الفاخر بقعطبة اشتباكات عنيفة تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة، حيث تم تدمير دبابات وعربات وأطقم تتبع الميليشيات وقتل وجرح أعداد منها وأسر عدد آخر من عناصر الميليشيات. احنا جينا بتعزيزات الجبهات النبيجة، وكان حوته يريدوا أن يتقدموا وكسرناهم إلى الخلف، والآن سنعمل على صدهم. نحن الآن في مفرق بيت الشرقي، وهذا المكان يمر إلى الشعور، تمام؟ ونحافظ نحن على المقاتلين في يعني الجبهات الأمامية. وفي جبهة مريس تم إحباط محاولة تسلل قامت بها الميليشيات الحوثية باتجاه حصن شداد، بينما حققت القوات المشتركة والمقاومة الشعبية تقدما بمديرية الأزارق، وتمكنت من السيطرة على نقطة باهر بمديرية ماوية بتعز. نقول للحوثة لن تستطيع دخول الضالة، فالضالة عصية عليكم، ونحن الآن سنلحقكم إلى أغر أوكاركم إلى ما أقل، ولن تدوموا في اليمن، ولن تستطيع أن تدخل الضالة مهما حشدتم مهما كسبتم، لن تستطيع أن تدخل الضالة. توالى زحوفات الحوثيون من عدة اتجاهات في مناطق مديرية قعطبة، لكن أبطال القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تتصدى لهم بكل بسالة من عدة اتجاهات، من مفرق عذاب بيت الشرقي محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع.